النهارده ومشرفينا. لا طبعا بنروح حضرتك، ده شرف لينا احنا والله طبعا. انا متشرفه بوجودكم معايا. ربنا يبارك حضرتك والله. قولي بقى يا مصطفى، نعم. قولي لي، ما كنتش عايزه افكرك، لكن الحادثه لا حصلت لك خالص، امتى بالعكس، وازاي؟ دي ذكرى حلوه طبعا. انت متصالح مع نفسك جدا، الحمد لله رب ربنا العالمين. يرضيك يا رب. ربنا يبارك لحضرتك. هو الحادثه حصلت 17/11/2015، كنت انا راجع من شغل يعني. كنت امتلك عربيه كده صغيره يعني، يعني راجع من شغلي وحصل بقى الحادث ديت كده يعني. كنت انا ماشي بسرعه بسيطه جدا، وجي ولد حتى المحضر بتاعه معمول ان هو مخمر وكده يعني، كان سكران وكده، خبطني من ورا من الخلف، والحمد لله حصل لي بقى كل اللي انا فيه. الحمد لله ألف حمد وألف طبعا شكر، كل طبعا، اللي الحمد يجيبه لله ربنا كويس. طبعا، الحمد لله رضا. طيب أنا عايزة أوجه سؤالي النهاردة لجهاد. اتفضل. جهاد، أنت لما مصطفى حصلت له الحادثة دي كنتوا متجوزين بقالكوا قد إيه؟ يعني الحادثة من 7 سنين، احنا متجوزين عامة بقالنا 14 سنة. ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يديم ربنا عليكم يخليك السعادة يا يا رب. ربنا يخليك. فالحادثة دي بقالها 7 سنين. عندكم أولاد يا جهاد؟ عندي أصالة 14 سنة، وعندي محمد 10 سنين، وياسين 4 سنين ونص. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك يا رب. طيب انت طبعا مثال للست البسيطة ربنا والأصيلة، يخليك ربنا يخليك. الأصيلة جدا اللي واقفة في ظهر جوزها. يعني أنا بقولك إن الحادثة دي اللي حصلت لجوزك كانت طبعا نقطة فاصلة في حياتكم. امتى قرر مصطفى انه عايز يشتغل شغلانه تانية غير الاورجو؟ وانت لسه بتعزف لحد دلوقتي يا مصطفى؟ بس يعني مش بشتغل، بس بعزف بعد يعني. انا عضو في نقابه الالوان الموسيقيه، وكارنيه متجدد لحد السنه دي. لكن بتقعد كده في البيت تعزف لمراتك بس بقى ولاولادك؟ خلاص يعني، من بعد الكورونا. من بعد الكورونا كمان مثلا لفتره قريبه كنت بشتغل برضه، بس بقى ايه حصل من ساعه كورونا، حصل طبعا موضوع في البلد كلها طبعا، موضوع الشغل قل جامد، فبقيت بقى ايه اشتغل مثلا في الشهر كله مرتين، 3 مرات، 4 مرات اقصى حاجه. فطبعا ما ينفعش عشان عندي زوجه اولاد وكده طبعا. بس فقررت بقى ان انا طب امتى بقى قررت ان انت تشتغل بقى تعمل سندوتشات؟ ده تقريبا تاني شهر، لاني انا عندي الهوايه اساسا من يعني من زمان اساسا، من قبل ما افقد بصري، وانا المطبخ ده عشق ليا بصراحه. يا سلام. فانا وبعد الحادث على فكره برضه يعني، انا ايه انا اللي بقوم بكل العزومات بتاعت البيت يعني، ايه اهل زوجتي اهلي انا جايين كده، بحب اكل من ايد انا ما شاء الله. الحمد لله، وبقف على البوتاجاز واعمل كل حاجه الحمد لله روضه. بس هي الموضوع هو طبعا يعني طبعا يعني اتحدد كله في حاجه واحده بس، ان هي عندي اراده الحمد لله، ربنا حطها فيا فخلاص عندك قررت. إرادة.